فيما يتعلق بمسألة مثلا حرية اللباس كذا، حتى في حرية اللباس نحن في بلد مسلم مكفول أن اللباس في كل هيئاته ومؤسساتها، المؤسسات الدولة أنهم يشترطون عليك اللباس المحترم. المحترم. إيه؟ دوك الآن ما معنى اللباس المحترم؟ هنا الإشكالية قد تقع تقييد لباس محترم. هنا مواصفات. مواصفات لباس المحترم. ماذا تقصد باللباس المحترم أو اللباس الغير فاضح؟ في بعض النقاط نجد لباسا غير فاضح. هنا وين ما كاش حاجة تحكم لك تبين لك، بالك حتلبس لك ضيق ولا شفاف ولا، وتقول لك وين على بالك بلي ماشي لباس محترم. هنا وين نرجعوا للعرف. المعروف عرفا كالمشروط شرطا والعرف محكم. هل هذا في العرف تقدري دوك انت مثلا تقعدي قدام الاب تاعك ولا خوك تاعك مثلا ولا في مع عمومك ولا بلباس قصير هكذاك في العرف، هذا اللباس لا يلبس. اذا نرجع للعرف، اقل شيء في العرف اللباس المستور مثلا، هذا هو اللباس المحترم. دوك خاطش علاش بعضهم سمعنا اليوم بعض الاصوات تنادي يقول لك لابد ان لا نلتفت لحريه اللباس. لا، هذا كان عنده ضابط. اللباس الإسلامي كله محتشم، بالعكس هو لا. عنوان الحياة اللباس لا. الإسلامي لا. الحجاب لا. الشرعي والجلباب والسيطار، هذا كله لا يختلف فيه اثنان ولا يشك فيه عاقلة أنه هذا هو اللباس المحتشم. من غير هذا اللباس كاين لباس مثلا مرأة مثلا ما داش حجاب شعرها في الغالب صح يقول لك من ناحية تكون مستوى، لكن تلبس القصير والشفاف والضيق، الأصل أنه ما تخش بين المؤسسات، هذا هو الأصل. لا. لأن علاش قد يقول قائل وعلاش؟ لأنه في العرف تاعنا أنه هذا اللباس فاضح.